هذا اليوم الأول من نشاط المؤتمر، وأعتقد أنه في الجلسة الصباحية تم التطرق لموضوعين هما يحظوا بالاهتمام، وخاصة الموضوع الثاني اللي نحن أنا كشاب نعتبره موضوع مهم جدا، وهو موقع الشباب في التنمية ودور الشباب من تصوراته للمرحلة المقبلة. والأخ أحمد هنداوي تقدم بجملة من المقترحات، وتقدم بعصارة لجنة عمل شبابية قامت بالعمل على استشراف المرحلة المقبلة وموقع الشباب في هذا. أعتقد بأنه النقاش كان ثري، وكانت هنالك جملة من المقترحات مهمة، وأتمنى أنه يتم تضمين كل ما تم ذكره في الملف النهائي وفي الملخص المقرر في آخر المؤتمر. ثالث حاجة فقط كيف ما ذكرت، هي النقاشات كانت جيدة، تبقى فقط مسألة الإرادة السياسية لتفعيل المقررات التي نعتزم أن نتقدم بها في باقي الورشات. وهو جلسة صباحية ممتازة، ونتمنى مواصلة في هذا السياق وفي هذا الإطار.